فقوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ويستفاد من هذه الجملة فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب أن كلمة آخر تدل على أن العبرة بالخواتيم، فأفادت هذه الكلمة أن كلمة التوحيد لو كانت آخر ما تلفظ بها أبو طالب لنفعته. ويستفاد منها بيان خطر رفقاء السوء، وذلك لأن رفقاء السوء يصرفون الإنسان عن الخير، وهذا واضح من خلال ما جاء من نصوص في هذا الشأن، وواضح من خلال واقع الناس، ولا أدل من هذه القصة.